في الشان التركي، رأت صحيفة الليديكو الفرنسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزيد العداء الدولي ويجلب الكراهية إلى بلاده بتصرفاته المثيرة للجدل التي لا تخفي الرغبة في الهيمنة، وتحديدا بالتدخل في ليبيا في محاولة فاشلة لجذب أصوات القوميين والتعتيم على الفشل الداخلي. وتحت عنوان أردوغان يعادي المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الداخلية، اعتبرت الصحيفة الفرنسية أن تلك المواقف محاولات للتغطية على الضعف الداخلي بالانشقاقات داخل حزب أردوغان العدالة والتنمية وتهديد منافسه رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أغلو، فضلا عن الهشاشة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ سنوات. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد ربيع الديهي، الخبير في الشؤون التركية. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه ايمان وبالساده المشاهدين. ما ذكرته الصحيفه الفرنسيه ليس بجديد، يعني دائما ما تشير بعض التقارير الى انه اردوغان يحاول لفت النظر او يعني الابتعاد عن ما يحدث في الداخل التركي من خلال لفت النظر لما يحدث في الخارج او العداء للمجتمع الدولي، ولكن بالتاكيد هناك اسباب اخرى. بدايه، ما راي حضرتك في هذا التقرير وايضا الاسباب الاخرى من وراء هذه التصرفات؟ أولا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. في الواقع ما ذكرته الصحيفة الفرنسية كما أشرتي ليس بجديد، ولكن هو يعني محاولة لإعادة تسليط الضوء مرة أخرى على أفعال أردوغان والذي يحاول من خلالها تشتيت الرأي العام الداخلي في تركيا تجاه قضايا أخرى دولية أو قضايا ثانوية غير القضية الرئيسية، وهو ملف حقوق الإنسان الذي انتهك بشدة كبيرة جدا داخل التركي نتيجة سياسات خاطئة يعني خرج بناء عليها المواطن الرافد لتلك السياسات، منها الانهيار الاقتصادي التي تعاني منها تركيا الآن في ظل سياسات خاطئة أيضا، سواء في التعامل مع السياسات النقدية أو في التعامل مع المستثمرين، وأيضا إن كنا ننظر على الجانب أو على الشق السياسي والسياسات الخارجية لتركيا نجد الآن أن تركيا باتت عدو لجميع الدول وليس صديق لأحد. الآن باتت لديها خلافات واسعة مع الولايات المتحدة، وأصبحت هناك إجراءات تتخذ من الولايات المتحدة لمعاقبة تركيا، ربما يكون كان آخرها قرار الكونجرس الأمريكي برفع حظر التسليح أو أسلحة عن قبرص. أيضا يمكننا الحديث عن عداء مع المنطقة العربية ودول الجوار العربي والدول الجوار الجغرافي أيضا لتركيا، سواء من الجوار العربي أو الجوار الأوروبي، نظرا لاستخدام أردوغان أوراق ضغط كثيرة في محاولة استفزاز الغرب أو الدول الأوروبية لكسب أو جني الأموال لتغطية خسائره الاقتصادية، إضافة إلى ذلك دعمك لملف الإرهاب التي بات معروفا للعالم وموضوحا للعالم، أضف إلى ذلك فكرة الانقسامات في الحزب الحاكم في تركيا والتي تعاني منها تركيا بشدة، أيضا الطبقة أو النخبة السياسية في تركيا الآن باتت ترفض سياسات أردوغان باستثناء من هم مقربون من أردوغان أو من ينطفقون مع أردوغان ويدعموه في ملف الإرهاب. نعم. طيب، هناك أيضا نقطة لافتة، لأنه يعني ما يفعله أردوغان في الفترة الأخيرة أو في الآونة الأخيرة ليس فقط يعادي المجتمع الدولي أو الدول الأوروبية أو الغرب بشكل عام، ولكن هو حتى يعادي القوانين الدولية، بمعنى أنه ما جرى في الاتفاق التركي مع فايز السراج كان يعادي القانون الدولي أيضا. مسألة القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن هذه جديدة على أردوغان، يعني هذه المرة الأولى التي ينافي فيها أو يناهض فيها مثلا قانون دولي أو قرار دولي من مجلس الأمن؟ لا، ليست هذه المرة الأولى لأردوغان أن يعادي القانون الدولي أو يعادي يعني المنظمات الدولية وما يصدر من قرارات دولية. أردوغان دائما اعتاد على مثل هذه الأفعال، تدخل في الشمال السوري يعني انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، أيضا تدخل ونقب عن الغاز في أمام الجزيرة القبرصية في انتهاك واضح وصريح للعالم. الآن أيضا مضى اتفاق مع السراج في انتهاك واضح وصريح أيضا للجميع بأنه ليس هناك
حقوق حتى من قبل السراج ذاته لإبرام هذه الاتفاقية، أو من قبل تركيا لإبرام اتفاقية مثلا للترسيم البحري أو ترسيم المياه، لأن ليس هناك يعني حدود متقاربة بين تركيا وبين ليبيا. ولكن المشكلة الأكبر أو ما ينظر إليه أردوغان، أردوغان يريد أن يصنع قانونا مفصلا لتركيا أو قانونا يعني إنجاز بالعامية على مزاجه لدعم آراءه ودعم مخططه الاستعماري وفي عادة الدولة العثمانية مرة أخرى. هو يرغب في أن يلغي كل أعراف الدولية، لذلك لم تنضم تركيا حتى الآن إلى الاتفاقية الدولية أو بعض الاتفاقيات الدولية، منها الاتفاقية الدولية بشأن يعني الترسيم الحدود البحرية وغيرها. كل ذلك أردوغان يرغب في أن يكون هناك قانونا دوليا جديدا للبحار يلغي حقوق الجزر من هذه الاتفاقيات. طيب. أو من حقوقها. أستاذ محمد، الحقيقة أنه التقرير رصد أيضا أنه أردوغان يحاول محاولة فاشلة جذب أصوات القوميين والتعتيم على ما يحدث في الداخل التركي. دعني أركز هنا على مسألة القوميين، لأنه الكثير من الخبراء يشيرون إلى أنه لا فارق بين أردوغان وأحمد داود أغلو أو علي باباجان أو أي من انفصل عن العدالة والتنمية في مسألة القومية ومسألة النزعة التركية وفكرة الدولة العثمانية وهكذا أمور، يعني كلهم تقريبا لهم نفس وجهات النظر في هذه المسألة، ولكن الاختلاف فيما يخص الداخل التركي. هل بالفعل أردوغان بينجح في جذب القوميين وخصوصا أنهم كثيرون في تركيا؟ في الواقع أردوغان فشل في جذب حتى يعني مؤيديه ايديولوجيا، والدليل على ذلك انشقاق بعض يعني الاعضاء المؤيدين ايديولوجيا للحزب الحاكم، ويقدر تقريبا باكثر من 1,000,000 عضو انشقوا عن الحزب نتيجه السياسات الخاطئه. أردوغان فشل في اقناع الشارع بأنه يدعم قضايا الشعب التركي، وأنه دخل أوقات حرب في الشمال السوري مثلا على أنها دفاعا عن الأمن القومي التركي أو غيره، ولكن الشارع بات يدرك أن هذه الحرب، ويعرف أيضا أن الحرب ليست كانت لذلك، إنما هي لدعم أهداف ومخطط أردوغان. أيضا هنا أردوغان فشل في أن يقنع الشارع بأن إذن حتى القوميين الذين ربما يؤمنون بنفس الفكرة، فكرة الخلافة والدولة العثمانية، فشل في إقناعهم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد ربيع الديهي، الخبير في الشؤون التركية، على كل ما تفضلت به من حديث.